ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العقرب ليوم الجمعة 9 سبتمبر أيلول 2022. هتدور النهاردة على أفكار جديدة تتقدم بيها أكتر. هيكون من الأفضل ليك إنك تشتغل في قايمة وتجري من خلالها تحليلها. ما تستعجلش لأنه هيكون عليك إنك تحقق في إيجابيات وسلبيات أشخاص كتير جدا حواليك غالبا ما بيتركوا بابك. هتحاول إنك تبقى أكتر حماس وإنك تصطاد الموضوع اللي بيبدو قدامك فيه فايدة. إنت على بعد خطوة واحدة من حلمك. هتستمر في العمل بشكل جاد. هتحاول إنك تبقى أكتر حماسة وتكتشف اللي بيبدو قدامك فيه فايدة وتبقى خالي جدا من كل التوترات. ما تستعجلش لأنه عليك إنك تحقق في إيجابياتك وسلبيات كل واحد. حاول إنك تتجنب إنك تقوم بأي عمل خاطئ النهاردة. بيدخل القمر برج الحوت في وقت مبكر النهاردة ليكون من خلاله قادرين علشان نتكيف ونرحم ونحكم. هيكون في معارضة للقمر لكوكب الزهرة اللي بيعتبر مربع على المريخ. ممكن تبقى بتثير الصخط النهاردة. هيكون في ارتباط متحرك أكتر مضطرب أكتر لحد ما. هنشعر بتمزق بين واجباتنا ووقتنا الشخصي. هتعتبر النهاردة التخمسية الخماسية مع كوكب الزهرة وكوكب المشترى جانبا ثانويا لينا. هنكون من خلاله قادرين نحفز نفسنا على اننا نتخلص من كل القلق والتردد اللي هيبقى قدامنا. هيكون وقتنا مناسب علشان نضع نفسنا في المركز ده. هيتم تركيزنا اكتر على الرغبة والقوة في اننا نستمتع بحياتنا على الرغم من ان عينينا النهاردة هتكون اكبر من بطوننا بشكل واضح. هتكون في تحديات في العلاقات في اليوم ده. توقعات تعتبر مبالغة جدا. في الوقت الحالي هيبقى صعب اننا نلاقي توازن بين اللي احنا حابين نعمله واللي لازم علينا نعمله.